أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال نشره الكاتب سلام المهندس، تساءل فيه عن ماذا منح حكام بعد عام 2003 للشعب العراقي. لم يمنح الحكام لشعبنا سوى البؤس والفقر الذي ضرب جميع مفاصل المجتمع العراقي. العراق ينتج 12% من 46 مليون برميل من نفط أوبك يوميا، لكن شعبه لا يتمتع بواحد بالمئة مما تعيش به دول منتجة للنفط أخرى، بل وغير منتجة أيضا. الحكومة السابقة للكاظمي قبل الانتخابات منح قطع أراض إلى الفقراء، وجميعنا يعلم أنها مسرحية اعتدنا عليها مع كل حكومة ومع كل انتخابات. وبالفعل كانت منح الفقراء أو منح الفقراء قطع أراض وهم مع إلغاء جميع القرارات السابقة لحكومة الكاظمي من قبل السودان هلوسة القضاء على الفساد فعلتها من قبل الحكومات السابقة، ولم يتم القضاء على الفساد ولم نرى الفاسدين إلا بالمراكز العليا من الدولة مع حصانة سياسية. لا يستطيع رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني أن يغير من الواقع المرير للعراق وشعبه. الرئيس الحالي على طريق الذين سبقوه، تصريحات دون أي إنجاز أو قرار يخدم الشعب العراقي. المحاصصة الطائفية المقيتة وضعت أسس وثوابت لأي حاكم يمتطي كرسي قيادة العراق، وهدفهم الأساسي مصالحهم الخاصة، وأهدافهم التي باتت معروفة هو إذلال الشعب العراقي. الصورة أصبحت واضحة، تحول رئيس الحكومة من سياسي إلى دور الممثل الذي يجيد تراجيديا العزف على زيادة البؤس على شعبنا، يفتح كفيه المليئة بثروات العراق ولا يجني شعبنا من ثرواته المنهوبة سوى السراب. إنما نراه من القبض على الفاسدين ليس حباً بالعراق وشعبه، بل تصفيات سياسية وتقاسم الغنائم فيما بينهم. ما نلاحظه نفس المسلسل مع تغيير الوجوه والسيناريو يتكرر. كان رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ممثلاً بارعاً وكاذباً بامتياز، الآن يتكرر المسلسل في عهد السوداني. لم نرى شيئاً ملموساً لخدمة الشعب العراقي. وحول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المثير للجدل، كتب أدهم إبراهيم مقالاً جاء فيه: تحاول أحزاب السلطة بشتى الوسائل كبت وتقييد حرية الرأي والتعبير عن طريق تشريع قوانين عقابية مشددة ضد الصحفيين والناشطين، ما يتعارض مع نص المادة 38 من الدستور العراقي والتي ضمنت حرية الرأي والتعبير، كما أنه يتعارض مع المبادئ العامة للديمقراطية التي تضمن حرية الكلمة في مجتمع مدني تعددي. إن حرية الرأي والتسامح والتعبير من الحقوق الأساسية للمواطنين، والتي جاءت في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن الحق في الثقافة وحرية التعبير يشمل حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار دون تدخل من السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود. إن التشريعات التي تقيد حرية التعبير والرأي تمثل انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والنشطاء والمواطنين على حد سواء، خصوصاً من نواحي تغطية الفساد والاختفاء القسري المبني على كبت الحريات الأساسية للإنسان. إن حجم الفساد الذي انتشر في العراق وخصوصاً في المستويات العليا من السلطة السياسية قد دفع بالأحزاب الساندة لها لتبني القوانين التي تقيد حرية التعبير لردع المواطن والإعلامي عن فضح وكشف مواقع الفساد والأشخاص القائمين عليها. ومن خلال تشريع القوانين المعطلة لحرية الرأي يحاربون الأصوات الوطنية النزيهة من صحفيين ونشطاء وحقوقيين ومواطنين من عامة الناس ويرهبونهم. إنهم كانوا ينتقدون ما يسمونه جمهورية الخوف في النظام السابق،
ولكنهم الآن يؤسسون بهذا القانون دولة الرعب وديكتاتورية الأحزاب وتسلطها. من صوت العراق إلى صحيفة المدنة، ووجدنا مقالا حول نفس المشروع ألا هو قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، أيضا كتبه الكاتب جاسم الصفار، كان في متنه. مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي جاء ليرسم ضفافا ضيقة للحريات العامة، ويعطي رؤية مبهمة تقبل تفسيرات وتأويلات تقلب رأسا على عقب مفاهيم الحرية والحقوق الفردية والاجتماعية والعدالة والمساواة، وتعزز غطرسة وهيمنة سلطة المحاصصة الإثنية والطائفية وتقاليدها ومفاهيمها وأخلاقياتها. ويثير مشروع القانون الكثير من التساؤلات، وينجرف نحو محاذير لا بد من التوقف عندها مليا. فنحن أمام قانون هو عن حق من أكثر القوانين خطورة على تطور النظام الديمقراطي في العراق، والذي يجب أن تشكل حرية وعدالة ومساواة روحه وأساسه. حسب ما نشرته وسائل الإعلام، طالبت منظمة Human Rights Watch ومقرها نيويورك في وقت سابق مجلس النواب بعدم تمرير مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، واصفة إياه بأنه يجرم حرية التعبير ويضيق على الحريات ويخرق القانون الدولي، مضيفة أن الأحكام القانونية الواردة فيه وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير الذي يتناول إهانة الرموز المقدسة أو الأشخاص يخرق بوضوح القانون الدولي. وخلصت المنظمة في بيانها إلى أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي يقوض حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية. وأخيراً، فإن مشروع القانون الذي حمل اسم حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بالتماهي مع الفقرة ثالثاً من المادة 38 من الدستور العراقي الصادر عام 2005، والتي بمجملها تتحدث عن كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، إضافة إلى كفالة حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، جاء على قاعدة نعم ولكن، أي الموافقة على نص الدستور شكلاً وتكبيله بمقيدات تمنع إطلاق معاني الحرية والعدالة والمساواة في مضامينه. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً لمراسلتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي شيرا روبن، قالت فيه إن صعود اليمين المتطرف يعيد تركيز النظر على احتلال الضفة الغربية. في تقريرها من مدينة الخليل أشارت فيه إلى أن عائشة العزة التي تبلغ من العمر 18 عاماً خرجت لشرفة منزلها للنظر لما يجري في شوارع المدينة القديمة التي احتلها عشرات الآلاف من المستوطنين المتطرفين وبحماية من الجيش الصهيوني الإسرائيلي. كانت تشرب قهوتها وصرخت عليها عصابة من المستوطنين ووجهوا لها مختلف أنواع الشتائم ورموا عليها الحجارة التي أصابتها في الوجه. ولأن السيارات الفلسطينية ممنوعة من الدخول إلى المنطقة، فالاتصال بسيارة الإسعاف هو خارج التفكير. هناك أمر جيد بشأن ظهور الخليل في عناوين الأخبار، وهناك تطبيع عام للوضع وصمت كبير، لدرجة أن الكثير ممن أعرفهم لا يعرفون أن مناطق واسعة وسكاناً كثراً يعيشون تحت سيطرة الجيش. وسيمنح زعيم الصهيونية اليهودية بيتسليئيل سمورتريتش وزارة الدفاع إلى جانب مليارات الشواكل كوزير بديل للمالية، وتعهد بتحويل حقوق المستوطنين إلى قوانين، وبخاصة تسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في وكالة تنسيق نشاطات الحكومة بالمناطق المحتلة، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وقال إن السلطة الصهيونية الدينية المتوسعة على الضفة الغربية هي ضم زاحف، وسيحمل كل من بن غفير وسمورتريتش معها كل أنواع المتفجرات،
ويقول عيسى عمر الذي ينظم رحلات تهدف لتركيز الانتباه على الاحتلال أن القنابل موجودة الآن في الخليل ويجب أن تكون إشارة تحذير لكل إسرائيل. فقال: تجري خلال العامين الماضيين عملية صهيانة للخليل عما يحدث في إسرائيل. إذا صحيفة الشرق الأوسط ومقال للكاتب حازم صاغية يقول فيه: إن معطيات محاولة الانقلاب الأخيرة في ألمانيا كما نقلتها وسائل الإعلام تشبه كثيراً أفعال الجماعات اليمينية المصابة بالجنون. تغيير ألمانيا أنيط ب 25 شخصاً من يمينيين متطرفين وعسكريين متقاعدين ورموز سابقين في حزب البديل لألمانيا. هؤلاء خططوا لاقتحام مبنى البرلمان والاستيلاء على السلطة قبل أن يعتقلوا. التأثر الواضح باقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة. المقلق في هذا ليس 25 شخصاً الذين كانوا يعدون أو يعدون الانقلاب العسكري ثم اعتقلوا، وليس في أن كثيرين من المتطرفين الألمان مسلحون أو أن أعداد مسلحين تزايدت في السنوات الأخيرة. مؤخراً في 2017 كان لرفض العولمة والدولة الحديثة وللتأثر بنموذج بوتين في روسيا أن تسببا في محاولة انقلابية في النمسا، كثيراً ما تشبه المحاولة الألمانية الأخيرة أفكاراً وإعداداً وهزلاً. قائدة المحاولة مونيكا أونجر أرادت لحركتها أن تمهد لانقلاب يشنه الجيش. تأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة لتحض على الحذر وتوجب القلق، فلنتذكر فحسب أن أحزاب أقصى اليمين باتت تحكم بلداً كإيطاليا، وأن المبدأ الانتخابي نفسه وهو أكثر مبادئ الديمقراطية صموداً في وجه الشعبويات بدأت تطاله الشكوك على ما دلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة. وإلى حد ما في البرازيل لنتذكر دعوة دونالد ترامب الأخيرة للاستغناء عن الدستور، لنتذكر الانتخابات الإسرائيلية والحكومة التي ستنبثق منها، ولنلاحظ دوماً تلك المباراة الدائرة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار لتكسير الديمقراطية وإعلان موتها. هذا كله قد يتحول، وهو يتحول إلى بنادق تطلق رصاصاً قاتلاً وساماً في الاتجاهات كلها. نتابع الآن بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. ثار أحد أنشط براكين أمريكا الوسطى مجدداً قاذفاً الحمم والرماد ومجبراً السلطات في غواتيمالا سيتي الأحد على إغلاق أكبر مطارات البلاد مؤقتاً إضافة إلى طريق سريع. وعاد البركان الذي يحمل اسم فويغو أي النار بالإسبانية إلى نشاطه ليلة السبت الأحد لتتدفق الصخور المنصهرة على منحدراته ويقذف الرماد في السماء.
كذلك حملت الرياح الرماد باتجاه غواتيمالا سيتي على بعد 35 كيلومترا. وأعلنت هيئة الطيران المدني في بيان إغلاق مطار لا أورورا الدولي الذي يقع على بعد 6 كيلومترات جنوب العاصمة صباحا بشكل مؤقت بعد رصد رماد قرب المدارج وتحويل رحلتين في الأقل. ويقع البركان على بعد حوالي 16 كيلومترا من أنتيغو العاصمة السابقة للبلاد التي تعد من أهم مناطق الجذب السياحي في غواتيمالا. تمكن التلسكوب الفضائي جيمس ويب في أحد اكتشافاته الأولى التي أتاحتها قدرات المراقبة البالغة الدقة التي يتمتع بها من رصد نجمين لم يكونا ظاهرين سابقا في سديم الحلقة الجنوبي الذي يحيط بنجم آيل آلي ألافول. ويقع هذا السديم الغريب في مجرة درب التبانة على بعد حوالي 2000 سنة ضوئية من النظام الشمسي، وهو عبارة عن سحابة عملاقة من الغاز والغبار ينتجها نجم إذ يلفظ بعض مادته عندما يأفل، وهي تحوي الكثير من الغاز والقليل من الغبار. ويبقى في وسط السديم قلب هذا النجم الذي تطلق عليه تسمية القزم الأبيض، وهو عبارة عن نجم شديد الحرارة وبالغ الصغر تصعب رؤيته مباشرة، ولكن يمكن تخمين وجوده بفضل الحلقات البرتقالية التي تحوطه، وهي آثار المادة التي لفظها. ويفترض أن يكون مصير شمسنا مشابها في غضون 4 مليارات من السنين كما يحصل للغالبية العظمى من النجوم. أما الآن نتابع الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الغنم صار في السجن، مش بس الأوادم في السجن، بس برضو الغنم عندنا في السجن. اللي كانت عندنا اذا بتطلع على نقاط الجيش شايل نقطه، والنقطه الثانيه بتطلع مشارف السموع، يعني كل الجبال اللي قدامنا هاي كنا احنا نرعى فيها، اليوم هاي كلها ممنوعه علينا، يعني ما بنقدر نوصلها. طلع يعني المستوطن وين، وطلع الخط يري اذا ببين عرفت الطبز، طلع المسافه القديش هاي ممنوعه، طلع للشعب الموجود اليوم، هذا الشعب اللي مبين علينا اخضر يري، هذا اخضر، هذا للمستوطنين اليوم، كان في دينا اليوم للمستوطنين. هذه نبتة الأزولة، هي عبارة عن طحالب بتعيش في مية. هذه الأزولة هاي بروتينها من 30-35% يتراوح بروتينها، يعني هذا مدعم للغذاء، لأكل الغنم، يعني الإشي اللي فيش فيه بروتين بنضيف، بدل ما كنا نروح نشتري طن الصويا نشتريه بحوالي 4000 شيكل اليوم طن الصويا، كنا نقدر نسوي علف مركز. هاي الأزولة سدت عنه ببلاش، هذه بنطلع عليه من الحواض. كل الزمان من كثر ما اشتري علف افكر بكره اخلص العلف من عند الغنم وبدي اروح اشتري، يمكن اروح استقرض او ادين او اشوف من مين بدي اجيب مصاري. بس حاليا تريحت كليا من مشتريات العلف، انا تريحت، يعني انا بشتري لي طن علف بدل ما بقي يقعد 10 ايام اليوم بقعد عندي شهرين شهر ونص.
بهذا نصل لختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.